السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اش اخباركم؟ اليوم غنشاركو مع بعضياتنا هاد البوليرو اللي من هاد التوب ترونسبارون. هنا اليوم غنحطو لكم ساهل ماهل بوليرو اللي كيجي محلول من القدام، كيتلبس فوق السراول فوق الكساوي، كيكون مطلق بلا حزام بلا والو، ولا تبغاتو بلا حزام. التوب على أربعة كما العاده، الجهه من هنايا مسدوده، وهاد الدوفون كيكونوا محلولين. ناخذ العبار، عندنا في العبار الكتاف عندها فيهم 40، كنحطوا 20 من هنا، يعني 20 من هنا من هاد البلاصه، من هاد البلاصه 20، ها هي اللي هي هنا. كناخذوا الكتاف 20 كما العاده، 20. العرض عندها 28 من هنا، من جهة البواتخين عندها 28، ها هو، يعني غادي يهبط من هنا. صافي، ناخدو لا غيغل ونهبطو. هذه الدوره ديال التركيز، ومن هنا لتحت غادي ننزلو في خطره. ها هي الطول، بغات 140، 140 جات هنا، جات لهنايا. بسم الله على بركة الله، كنقطع التركيز نحطو مع هاد البلاصة، مترسيناهاش. كيهبط هنايا جيس جهة البواتخين، خدينا 28 من هنا لهنا، يعني من هنا لهنا 28، وهبطنا بلا غيكل حتى لتحت باش يجي إيفازي. صافي البنات، الطول ديالها خدينا 140، هي هادي. صافي، غناخدو نقصو التوب ديالنا، ساهل البنات، ساهل بإذن الله. هانتوما توب على أربعة، كنحطوه وكنقطعو القياس ديالنا حتى لتحت. صافي البنات، غناخدو الكتاف ديالنا، ها هما لاسي الكاميرا، الكتاف، العنق، من بعد ناخدو هاد الدوفون نحيدو هذا بحال هكا. هذه هي اهم حاجه البنات، هي هذه، غنفرقوا الظهر نحيدوه وناخذوا الدوفات. دابا خدينا غير هاد التقويره الصغيره، هذه خدينا هاد التقويره اللي هي صغيره بحال هكذا، هذه الدوفون هي محلوله من هنا القدام. غادي نهبطوا هاد البلاصه من هنا
هابطه نيشان بحال غنقطعو في، بحال غنقطعو في، ولكن ما نديروهاش صغيره، غنديروها كبيره وهابطه حتى لتحت، يعني حتى لهاد البلاصه. شوفوا كيفاش كيجي. هذا بوليرو انا غنخيطو معاكم ان شاء الله ونشوفوه باذن الله. نديرو الكمام، ندور الكاميرا شويه هنا، نديرو الكمام ديالنا. الطريف اللي قطعت فيه 40 سنتيم، 40 سنتيم في العرض ديالو، على قد الدراع ديال السيده. هو نطويو التوب تاني على 4 ونحطو المونش ديالنا ديال بوليرو. صافي هو مش عندنا فيه 60، الطول ديالو 60، ها هي 60 جات هنا، جات هنايا. حنا غنزيدو العطفة ديال الكم هنايا. العرض عندنا في الدراع عندنا 40، ها هي جات هنا، غنهبطو الكم ديالنا غادي يهبط قد العرض اللي بغات السيدة ديال بوليرو. نمشيو نخدموه ان شاء الله. السلام عليكم البنات، غنخيطو البوليرو اللي فصلنا قبيله ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. هادو الكتاف، الثوب شوية رقيق كيتكمش، كتحاولو تحلو البلوك دو طونسيون باش تبقى مرخوفة شي شوية باش ما يتكمش ليكم الثوب. هانتوما البنات، باش ما يتكمش ليكم الثوب كيجي بوليرو زوين ان شاء الله. من الاخير جربوه وتخدموه، كيجي زوين مع السراول ديال التين، كتلبسيه فوق اللبسه ديالك سواء او سروال تاع التين او اي حاجه كيجي معاها زوين. صافي ناخدو نلصقو لكم ديالو. دائما نساعفو مع التوب الا كان كيتيري او الا كان كيتمزق، نحاولو معاه شويه بشويه باش ما نقطعوش التوب ديال الناس. كنبقاو غادي بحال هكا غير نخدمو شويه ونجيو لهادو نلاقيوهم.
كله المونتاج ديالو غنوريه لكم طالع ان شاء الله. هانتوما البنات كيفاش كيجي، كيجي بحال هكا. دابا شاده بايد كنوريكم بايد كيفاش كيجي، شفتو كيجي بحال هكا بوليرو، كيجي هابط حتى لتحت، كيتلبس فوق الجينات، فوق الصايات، فوق اي حاجه. ها هو ترونسبارون، كيجي زوين، شفتو كيفاش كيجي. ها هو هابط حتى لتحت، الكميمات ديالو ها هو. وبالتوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. واللي عجبو الفيديو يدير ليا لايك، الله يجازيه بخير، ما تنسونيش باللايكات ديالكم، بارك الله فيكم.